جيرسون طويلة الكرة بالرأس وجاير زينيو وجاير زينيو ثلثها جاير ثلثها جاير ثلثها جاير زينيو نعم ثلث الأهداف الهدف الثالث الهدف الثالث من جاير زينيو 3-1 للبرازيل يا على الكرة يا يبدو أن البرازيل تقترب أكثر فأكثر والانهيار الإيطالي يزداد أيضا 3-1 ها هي ها هو الهدف من زاوية أخرى لعبها إفيرالدو إلى جيرسون يا سلام على جيرسون هو اللي صنعها جيرسون ولمسها بيلي بيلي اللي لمس الكرة وعمل التمريرة التي أدت إلى وصول جايرزيني ولعبها قبل ألبرتوتسي حاول فاكيتي ولم ينجح والفارق يتسع وكأن الفريق الإيطالي على وشك أن يرفع الراية البيضاء لأن الفارق يتسع هذا الهدف سجل قبل 19 دقيقة من نهاية أحداث هذه المباراة البرازيل 3 إيطاليا 1 نهائي مونديال 70 البرازيل على وشك أن تسبق كل بلدان العالم لتربح كأس العالم للمرة الثالثة ولتحتفظ بكأس جرمه للأبد إلا إذا ما فعل منتخب إيطاليا شيئا غير عادي وعاد الطليان عندما يعود فبالتأكيد يعود ويسجل أثرهم الكبير وقد يعاقب الفريق البرازيلي إذا ما فشل بالحفاظ على النتيجة.